الذي تضرر كثيرا من وباء كورونا، حيث شهدت عدد الإصابات تزايدا ملحوظا خلال الأيام الأخيرة، وهو ما فاقم من معاناة سكان القطاع المحاصى. ولتسليط الضوء على وضعية سكان قطاع غزة وكيف يتعاملون مع وباء كورونا الذي استشرس خلال هذه الأيام في القطاع، معي عبر سكايب أدهم أبو سليمة، المتحدث السابق باسم الهيئة الوطنية لكسر الحصار وإعادة الإعمار، وأيضا عبر الهاتف محمد حنون، عضو مؤسس لحملة الوفاء الأوروبية من روما. سيد محمد، كيف كانت اليوم مبادرة التضامن مع قطاع غزة وكيف كان التفاعل معها؟ بداية نوجه تحياتنا لأهلنا في قطاع غزة وفي فلسطين وفي مناطق الشتات. انطلاق هذه الحملة يأتي لتحقيق أهداف كسر الحصار الظالم على قطاع غزة وتوفير المستلزمات الطبية والصحية لمواجهة وباء كورونا الذي يلقي بظلاله السلبية على مناحي الحياة المختلفة، من حيث نقص المواد الطبية والغذاء والمساهمة في تخفيف حالة الجوع والفقر المترتبة على 2 مليون إنسان في قطاع غزة. وفي ظل استشراء حالة الوباء الذي يزداد يوما بعد يوم، مما يجعل من حياة الغزيين غاية في الصعوبة، ولهذا انطلقت هذه الحملة، حملة التضامن مع أهلنا في قطاع غزة، والتي لاقت الترحاب والتجاوب. طيب، ما هو تقييم حجم التفاعل مع هذه الحملة؟ التفاعل رائع جدا وفاق التوقعات، حيث بدأت العديد من المؤسسات في القارة الأوروبية بالانضمام إلى الحملة والمساهمة في جمع التبرعات للمساهمة في تمويل هذه الحملة، ونحن نتوقع خلال اليومين القادمين أن تتضاعف هذه المؤسسات ويزداد تجاوب المؤسسات وقيمة الدعم لتغطية الاحتياجات التي قمنا بطرحها من أجل توفير آلاف الطرود الغذائية. لو تسمح لي دكتور محمد، لو تسمح لي دكتور محمد، أنتقل إلى ضيفي عبر سكايب أدهم أبو سليمان، المتحدث السابق باسم الهيئة الوطنية لكسر الحصار وإعادة الإعمار، للتعرف أكثر على الوضعية الإنسانية في قطاع غزة. سيد أدهم، كيف يعيش ويعاني أهالي القطاع من وباء كورونا؟ أولا تحية لك ولضيفك الكريم دكتور محمد حنون ولكل إخوانه الذين يعملون ويواصلون حقيقة الليل بالنهار في إطار إعانة ودعم المحاصرين في قطاع غزة. الواقع في قطاع غزة ما قبل كورونا حقيقة هو واقع كارثي. غزة تعيش كارثة إنسانية بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى. الأشهر الأخيرة تضاعفت المعاناة الإنسانية في قطاع غزة في ضوء استمرار الحصار منذ 14 عاما. الحصار الإسرائيلي طوال السنوات الماضية أتى على كل مقومات الحياة عمليا في قطاع غزة. لدينا ارتفاع هائل في نسب البطالة والفقر، وأستطيع أن أقول أننا اليوم بعد 14 عاما على هذا الحصار أصبحت المعاناة الإنسانية حتى أكبر من قدرة المؤسسات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني على مواكبة هذا الواقع الإنساني. يعني إذا تحدثنا أن 54% من السكان هم تحت خط الفقر في قطاع غزة، 80% 84% حسب الأمم المتحدة في آخر تقاريرها بحاجة إلى الدعم الإنساني المتواصل. سيد أدهم، أستفيد من معرفتك المعمقة للوضع الإنساني في قطاع غزة لأسأل، ما هي الحاجيات الضرورية والعاجلة للقطاع لمواجهة وباء كورونا؟ يعني الآن نحن نتحدث ما بعد كورونا، هذا قبل كورونا. ما بعد كورونا تضاعفت هذه الأعداد. لدينا 50,000 رب أسرة من الذين كانوا يعملون قبل كورونا، الأعمال اليومية الآن أضيفوا إلى البطالة وإلى عدم العمل. لدينا أكثر من 3,700 أسرة داخل مراكز الحجر الصحي أو في بيوتهم في إطار الحجر الصحي. الأولوية الأولى التي يحتاجها قطاع غزة الآن في هذه المرحلة يمكن تلخيصها في التالي:
نحن بحاجة ماسة إلى الطرود الغذائية لمساعدة أرباب الأسر، خاصة أصحاب العمل المياومة اليومية الذين يعملون باليومية. نحن بحاجة ماسة إلى الأدوية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، أو الأدوية المساعدة خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة. لدينا نقص في الأدوية يتجاوز 52% من الأدوية العاجلة والهامة جدا. وللأسف الشديد ما جاء إلى قطاع غزة في الفترة الأخيرة هي مجموعة من المستلزمات الطبية لا تفي بالغرض الرئيسي الذي نحتاجه. نحن بحاجة عن هذه الحاجيات. أريد أن أسأل دكتور محمد، استمعتم لضيفي وللحاجيات العاجلة التي يحتاجها القطاع، هل المبادرة قادرة على توفير هذه الحاجيات وبشكل عاجل؟ بداية أشكر الأستاذ أدهم أبو سلمية على هذا التوضيح. بلا شك الاحتياجات وحجم الاحتياجات في قطاع غزة لا يمكن أن تغطيها حملة إطلاقا. هذا يتطلب تضافر الجهود من كافة مؤسسات العمل الإنساني في العالم أجمع ومن مختلف المؤسسات الدولية. الأونروا عليها استحقاقات ضرورية ومستعجلة. منظمة المؤتمر السامي، جامعة الدول العربية، كافة المؤسسات عليها أن تتحرك بصورة طارة ومستعجلة. لكن في ظل هذه الحاجة الضرورية والملحة، نحن في حملة الوسائل الأوروبية استشعارا منا لحجم وخطر الوضع الاجتماعي والصحي في قطاع غزة، تدعينا لإطلاق هذه المبادرة من أجل. هل ستكون هناك مبادرات مقبلة في الأيام المقبلة المؤسسات من أجل التحرك السريع؟ دكتور محمد، سألت هل ستكون مبادرات أخرى سواء من طرفكم أو من طرف مؤسسات أخرى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في القطاع؟ بالتأكيد هذه ليست في الحملة الأولى. نحن سنبقى على استمرار، على تواصل مستمر وفي شكل خلية مستمرة ودائمة لتأمين الاحتياجات الصحية والاجتماعية والإغاثية لأهلنا في قطاع غزة. هذه هي سلسلة مستمرة من الحملات الإنسانية والإغاثية. ما دامت الحاجة وما دام الحصار وما دام الوباء، نحن سنبقى الأوفياء لأهلنا في قطاع غزة. شكرا لك دكتور محمد حنون، عضو مؤسس لحملة الوفاء الأوروبية، كنت معي عبر الهاتف من روما. أعود إليك سيد أدهم، بالنسبة لساكنة القطاع وأمام ثقل الحصار والمعاناة الإنسانية، كيف هي الحياة اليومية؟ لو تصف لنا أكثر كيف يعيش الغزي يومه مع الحصار ومع الوباء ومع قلة المعدات الطبية والأغذية؟ لا تفسيره بالكلمات، يعني عندما يستمع أي إنسان يعيش في هذا العالم لتفاصيل برنامج الغزاوي اليومية يعني يكاد لا يصدق. أنت تتحدث عن شعب عندما يستيقظ في الصباح أول سؤال يسأله هل هناك كهرباء أم لا يوجد كهرباء. نحن نعيش على من 4 إلى 8 ساعات كهرباء يوميا فقط. غزة يحتاج فيها البيت الواحد إلى يوم إلى من يوم إلى 4 أيام، وهو ينتظر المياه التي تصل إليه من البلدية، المياه الجوفية، مع العلم أن هذه المياه حسب منظمة الصحة العالمية 98% منها غير صالحة للاستخدام. ومع ذلك هي لا تصل إلى ربع السكان، 25% لا تصل إليهم إمدادات المياه الجوفية، 75% الذين تصل إليهم يحتاجون من يوم إلى 4 أيام. عندما يستيقظ الغزاوي صباحا يسأل نفسه هل سيكون طهي طعامه اليوم على الغاز أم على الحطب، لأنه وصول إلى أنبوبة الغاز يحتاج إلى جهد. وبالتالي هناك تفاصيل جدا جدا صعبة. لك أن تتخيل معي أخي أيوب أن الطفل عندما يذهب إلى مدرسته حسب اليونيسف، وهذا ليس كلامي أنا، سأنقل لك تماما ما تقوله اليونيسف. اليونيسف تقول أن ثلث الأطفال في قطاع غزة يتعرضون بشكل مستمر لصدمات نفسية واجتماعية بسبب الفقر الشديد، وضحت بسبب الصورة سيد نقص الطعام أبو سلمية. شكرا على تفصيل معاناة ساكنة أهل قطاع غزة. أدهم أبو سلمية المتحدث السابق باسم الهيئة الوطنية لكسر الحصار والإعمار، كنت معي عبر سكايب، شكرا جزيلا. نهاية حلقتنا مشاهدينا الكرام، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.